مشرفينا، وعامة أنا اللي مشرفكم معلش. طبعا إحنا عندنا يعني غالبية من علوم، معظمهم ولادي يعني بناتي، عندي 3 ولاد كده على جنب. صلينا على حبيبنا النبي الأول. إحنا النهاردة المفروض إن إمبارح إحنا الناس خدت السوفت وير ده، آخر فيرجن موجود على السايت. السوفت وير ده لايسنس، ده معاك السيريال بتاعه. لو حضراتكم كمان عايزين يبقى معانا المانوالز الاوريجينال بتاعت الاس بي اس اس اللي هو الفيرجن الجديد ده اللي هو 23، احنا معانا الاوريجينال مانوالز كلها بتاعتهم. لو حضرتك عايز كتب بالعربي او بالانجليزي ان كيس ان حضرتك حبيت تزود النولج بتاعتك او حاولت تقرا اكتر من اللي انا هقوله النهارده، اتس اوكي. احنا ممكن نرتب مع الناس. انا بشكرهم جدا على استضافتي طبعا، يعني مش عارف هم نقوني انا ليه من دون عن بقيه الناس، يعني اختيار تقريبا غير موفق، انا راجل غلبان على قدي قد كده يعني. بس هنحاول مع الناس ان احنا نبتدي الاول فروم سكراتش خالص، من تحت جدا، نقول للناس الدنيا عندهم ماشيه ازاي. الاول هو احنا محتاجين الكورس ده، يعني الهيصه والدوشه والاحصاء وفات الكلام المكلكع اللي الناس هتقوله ده، احنا النيد ليه يعني؟ هي الاحصاء دي فين في حياتنا؟ انت محتاج الاحصاء فين يعني؟ هقول لك السؤال ده له ردين، جوه مصر ولا بره مصر؟ يعني انت عايز بما يرضي الله ولا اللي بيحصل؟ بما يرضي الله الاحصاء بتيجي مرتين، مره في الاول خالص وانت بتصمم التجربه بتاعتك او الحاجه اللي انت عايز تدرسها، ومره في الاخر خالص بتحلل النتائج بتاعتك. انما اللي بيحصل غالبا، يعني انا شغال في الموضوع ده من سنه 98، انا راجل عجوز حبتين يعني، من سنه 98 لحد النهارده الناس بتجيلنا في المرحله الثانيه، بس هو جمع بيانات وعايز يوصل بيها لقرار معين. طيب وهو انت علشان توصل لقرار انت محتاج واحد بتاع احصاء؟ يعني مثلا حضرتك بتعمل اوبريشن جديده، مثلا عاملين سيرجري كده، عاملين تكنيك جديد في السيرجري بتاعتنا، وعايز اشوف التكنيك ده احسن ولا اوحش من اللي فات. مثلا حضرتك كطبيب، يعني انا هتكلم ميلي على الناس بتوع طب، يعني لو حضرتك كطبيب الشغلانه بتاعتك مش ان انت تكشف على الناس وتكتب لهم دواء وبس، انت المفروض از ريسيرشر يعني ان حضرتك تطور في الاساليب اللي موجوده. اه طبعا، ودي حاجه ما هياش بالصعوبه، يعني طبعا حاجه مش سهله، محتاجه منك معلومات اكتر يعني، بس ان جنرال الفايده بتاعه الطب مش ان انت تبقى عارف مثلا ان اللي بيكح ده تديله كذا، واللي بيعطس مش عارف ايه، وده درجه حرارته. انت مش هتقيس طول عمرك درجه الحراره والضغط صح ولا غلط؟ فعلشان تطور لازم حد يقول ان الكلام اللي انت عملته ده جاب نتيجة ولا ما جابش نتيجة. فهمنا الأول؟ مين اللي يقول الكلام ده؟ الإحصاء. يعني اللي بينزل الدواء الجديد للسوق مش الراجل بتاع صيدلة ولا بتوع قسم الفارما اللي عندنا في الكلية، ده بتاع الإحصاء لازم يمضي في الآخر ختم النسر اللي انت بتاخده. طيب هو بتاع الإحصاء ده بيعمل إيه؟ يعني إيه الفكرة اللي في دماغه؟ ان جنرال كده لازم حضرتك تبقى عارف لو احنا عندنا تكنيك اولاني وعندنا تكنيك الجديد بتاعك، او دواء قديم ودواء جديد، علشان تقارن بينهم اكيد احنا متفقين ان في فروق، بس هل الفرق ده جاي صدفة؟ يعني عادي مثلا الاكزامبل الصغنطوط اللي احنا كنا بنقوله للناس، حضرتك كده بتدي دواء بيقلل نسبة النيكوتين اللي في الدم عشان الناس تشرب سجاير براحتها، انت عم اشرب من هنا واحنا هنشيل من هنا، ولا بقى كانسر ولا مش عارف ايه الحاجات اللي كانت تحصل للناس. والله حاجة كويسة، بس السؤال بقى هو انت فعلا بتقلل نسبة النيكوتين؟ يعني لما واحد مثلا طبعا انا لما هقول لك اي رقم طبي اعرف ان انا بألف، انا طبعا ما عنديش اي معلومة للأمانة، يعني سي ان حضرتك مثلا قلت لي
انا نسبة النيكوتين اللي عندي في الدم بقت 13%. هل لو انا عملتها لك 12% دي معجزة بشرية يعني؟ هل دي حاجة تستاهل ان حضرتك تقول لي الدواء بتاعك افكتيف؟ هل لو انا الضغط بتاعي عالي، ضغطي مثلا على طول كده 150-160، بشوف طول النهار طلبة كده لطيفة فبقى خلاص انا ضغط عالي. هل لو انا مثلا اخدت شوية الكركديه بتوعنا دول، الناس كلها تقول لك الكركديه ده بيقلل الضغط، بلاش الطلبة. لو انا رحت اتفرجت على نشرة الاخبار، الحمد لله بقطعها بقالي فترة عشان كده الضغط اتحسن. هل لو انت مثلا جبت الناس وفرجتهم على نشرة الاخبار ومعاهم ازازة الكركديه اللتر بتاعتك دي، هل بعد النشرة الكركديه ده فعلا قلل الضغط؟ يعني ابو 160 ده لما تلاقيه بقى 150 كفاية كده؟ هو ده effective ولا لا؟ هو ده السؤال بتاعنا النهاردة. خلي بال حضرتك ان الفرضيات كلها اللي انت بتفترضها حاجة، واللي بيحصل على ارض الواقع ده موضوع تاني. احنا النهاردة اللي المفروض حضرتك تتعلمه النهاردة مني انك ازاي تاخد الديسيجن بتاعك، ازاي تقول انا كلامي موثق اهو علميا. كان زمان الناس لما بيبقوا اتنين متخانقين كانوا بيضربوا بعض، واللي ربنا بيقدره على التاني خلاص يبقى هو ده اللي كلامه كان صح. مش ده اللي كان ماشي طول عمرنا؟ هو مازال ماشي لسه يعني بالدراع يعني. شويه الناس عضلاتها بدات تقل كده ومخها بدا يكبر سنه، فقالت طب ما ندور على حاجه تانيه اللي هو الساينتفك ابروتش بقى، اللي هو الطريق العلمي بتاعنا، ازاي نفكر علميا في الموضوع. حضرتك لما تكون عامل ايه وقلت لي انا الدواء بتاعي جبت 10 جربت عليهم الدواء ال10 خفوا، انما الناس التانية لما جربنا عليها 3 بس اللي خفوا، كلام حضرتك مع احترام الشديد ولا له اي قيمه، حتى لو صح بس غير معتمد. الاحصاء هي اللي بتاكد الكلام بتاع حضرتك. انت لما ربنا حضرتك يكرمك كده وتاخد البكالوريوس بتاعك وتخلص كليه الطب، انت رسميا كلنا مصدقينك وفاهمين ان حضرتك نجحت في الامتحانات وكده، بس لو كتبت لي الكلام ده بخط ايدك كده ولا حتى على الكمبيوتر وقلت لي انا معايا الشهاده بتاعتي ان انا احسن واحد في الدنيا، اوكي، بس تيجي تقدمها لاي حد في الدنيا مفيش اي حاجه، صح؟ مين اللي يقول لك ان كلامك صح؟ ختم النسر بتاعك ده الاحصاء بقى، الاحصاء اللي بتاكد كلامك. يعني احنا دورنا هيجي بعد دور حضرتك. انت لما هتعمل تجربه جديده او هتجرب دواء جديد او هتجرب عمليه بشكل مختلف شويه، النتائج بتاعتك الاحصاء اللي هتقول لك فعلا النتائج دي عملت فرق ولا ما عملتش فرق. فهمنا الاول احنا الدنيا عندنا عايزه تمشي ازاي؟ طيب نعمل ايه بقى؟ الناس معانا ورقه وقلم؟ طب هنقعد نكتب كتير النهارده. ورقة وقلم مش محتاجة دوشة على فكرة. واحد ندم من قال لكم ورقة وقلم تضع بقى اكتب. ودي اعمل معاك ايه؟ قولي لي بس احنا في السادس ارميهولك من هنا. عارف لو زعلت. صلينا على حبيبنا النبي. الاول علشان نتفق احنا هنشتغل على داتا، شويه بيانات، صح كده؟ الاول يعني ايه بيانات؟ واحنا جبناها منين؟ بيانات يعني أي معلومات حضرتك تقدر تحصل عليها نتيجة تجربة معينة، أي شوية معلومات حضرتك وصلت لها بالنسبة لنا دي هنعتبرها إيه؟ الاسم، السن، درجة الحرارة، الضغط، اللي مش عارف إيه، كل المعلومات اللي حضرتك، الطول، الوزن، أي حاجة حضرتك هتحصل عليها من التجربة إحنا بالنسبة لنا هنسميها بيان.
طيب بجيب الداتا بتاعتي انا منين؟ حضرتك بتجيب الداتا بتاعتك جنرالي كده من اكتر من طريقة، بس احنا اساسا هيبقى عندنا طريقين مهمين، يا اما حاجة اكسبيرمنتال يعني حاجة بتتعمل في لاب يعني تجربة معينة، يا اما من كوتشينير استبيان. يبقى حضرتك يا اما عملت تجربة في المعمل بتاعك whatever ايه التجربة اللي انت عملتها، يا اما حضرتك عملت استبيان. الاستبيان ده يعني خدت رأي الناس، انما التجربة يعني ساينتفكلي كده حضرتك عملت حاجة وبدأت تاخد قراياتك منها. اتفقنا؟ طيب هي الديتا دي ليها انواع؟ عندنا نوعين اتنين، لو انت فهمت الفرق ما بين النوعين نص كلامنا النهاردة خلص. نكتب كده، عندنا نوع الاولاني هنسميه نيوميريكال، والتاني عندنا هنسميه نومينال. لا كتاكيتنا احنا احنا كتير، فالصوت الصغير بيعمل دوشه. انا بس عايز حضراتكم الخط اللي انا هكتب بيه ده تقولوا لي مقروء بالنسبه للناس اللي ورا ولا لا. لو انا كتبت كده الناس كلها شايفه؟ اوكي طيب، يبقى اكتب لي كده نمره واحد نيوميريكال واثنين نومينال. يعني ايه نيوميريكال ويعني ايه نومينال؟ نيوميريكال يعني ارقام، ونومينال يعني كلام اللي هي لفظ يعني. طيب ما انا اي حاجه في الدنيا اقدر اقول عليها نيوميريكال. خدنا الجندر مثلا ميل وفيميل، هندي للميل واحد والفيميل اتنين، فالدنيا عندنا كده رجعت في الاخر بقت كلها نيوميريكال، بقت كلها ارقام. لا، الكلام ده هو احد الاخطاء الشائعه عند الناس. يعني ايه نيوميريكال؟ يعني ارقام تستطيع اجراء العمليات الحسابيه عليها وتبقى فاهم النتيجه. لما تقول لي 1 زائد 2، احنا اتفقنا ان الميل اديناه 1 والفيميل اديناه 2، 1 زائد 2 بيساوي كام؟ اللي هو مين بالنسبه لك؟ غير معرف، صح كده؟ لما حضرتك تقول لي بالنسبه للكانسر مثلا، احنا عندنا 4 جريدز للكانسر، جريد 1 2 3 4، فكتبت لي كده 1 2 3 4 2 ونص، هل دي ديفايند بالنسبه لك؟ يبقى ده مش رقمي. فهمنا يعني ايه رقمي؟ امال اللي انت قاعد بتقوله ده بنسميه نومينال برضه، حتى لو على شكل الرقم. انت لما كتبته على شكل رقم عملت له كود، بس كودينج. زي ما حضرتك كده عندك فريقين، او عندنا صبيان وبنات، لبسنا البنات مثلا تيشرتات لونها احمر والصبيان لبسناهم لونها ازرق. ممكن نغير الالوان اصفر واخضر وات ايفر، دي بس حاجه علشان تفرق بيها النوع الاولاني عن النوع الثاني. يبقى فرق مهم جدا ان حضرتك تبقى فاهم الفرق ما بين الرقم واللفظ، النيوميريكال والنومينال. النيوميريكال معناها ارقام استطيع اجراء عمليات حسابيه عليها وابقى فاهم الاوتبوت بتاعي، ابقى فاهم النتيجه دي معناها ايه، حاجه تبقى ويل ديفايند بالنسبه لي. انما اذا كان عندك شويه ارقام ولما عملت عليهم حتى الجمع الصغير بقت حاجه مش معرفه بالنسبه لك، يبقى ده ما اسموش رقم، ده اسمه ايه؟ نومينال، اللي هو باللفظي. هتقولي مثلا طيب سنه اولى وثانيه وثالثه ورابعه، دي نومينال ولا نيوميريكال؟ نومينال. ليه نومينال؟ لان ما فيش حاجه اسمه انا في سنه تانية ونص، ما انت يا تانية يا تالتة، اتنين ونص دي undefined، صح ولا غلط؟ طيب
ايه اللي ينفع يتعمل للنومينال وايه اللي ينفع يتعمل للنيوميريكال. هنبدأ بالنومينال لانه سهل قوي. النومينال كده لازم حضرتك اول ما بيبقى عندك البيانات بتاعتك، اول حاجه في الاحصاء بنعمل حاجه اسمها ديموغرافيك ستاتستكس او ديسكريبتيف ستاتستكس. يبقى ده الكلام ده ان جنرال، سواء هنعمله على النومينال ولا على النيوميريكال، الكلام ده اسمه يعني الشغل بتاعنا دلوقتي قبل الاناليسيس اسمه ديموغرافيك ستاتستكس. لما حضرتك تقرا اي رساله في الدنيا او اي ريسيرش في الدنيا لازم هتلاقيه في الاول عمل لك ديسكريبشن كده للدنيا بتاعته. طيب انا بعمل ديسكريبشن للديتا ليه؟ اولا حضرتك عندك حاجه كبيره خالص اسمها population، مجتمع، بتاخد منه شويه صغيرين بنسميها ايه؟ سامبل. يبقى عندنا population كبير خدنا منه سامبل صغير. ليه بنعمل كده؟ اولا انت ما تقدرش تعرف البوبوليشن الكبير كله، ما تعرفش تلمه. خلينا ناخد اكزامبل صغير خالص. طب البوبوليشن ده انت تقصد بيه مصر كلها يعني ولا العالم كله ولا طنطا بس ولا مين البوبوليشن؟ البوبوليشن انت اللي بتحدده، بس في مشكله في البوبوليشن انه لازم بيحقق كرايتيريا معينه في دماغي. يعني انا قلت مثلا انا بعمل الاستادي على الناس اللي بتشرب سجاير عشان نشوف نسبه النيكوتين اللي في الدم. يبقى اي حد في الدنيا ما بيشربش سجاير ده بره البوبوليشن. فهمنا يعني ايه البوبوليشن؟ يبقى ده بنسميه بوبوليشن اندر ستادي، يعني مجموعه من الناس او مجموعه من الايتمز سواء انت بتشتغل على ايه يعني، بس بتحقق كرايتيريا معينه لازم يبقى ويل ديفايند. مش تقول لي انا هاخد لك اي حد وخلاص، مفيش حاجه اسمها اي حد، انت بتتكلم حاجه ساينتفكلي دلوقتي. طيب ليه انا ما اشتغلش على الناس كلها بتشرب سجاير؟ خلينا نتكلم في طنطا بس، يعني البوبوليشن بتاعي انا هتكلم هعمل دراسه على الناس اللي في طنطا بس، اوكي، اللي بتشرب سجاير. يبقى لو واحد من المحله، واحد من كفر الزيات، واحد من اسكندريه، واحد من اي حته في الدنيا بره طنطا، ده مش في البوبوليشن. لو واحد ما بيشربش سجاير ده مش في البوبوليشن. اتفقنا؟ طب ما هي سهله اهي، ده طنطا دي كلها اوضتين وصاله، نقدر نلمها كده بسرعه، انا هجيب لك كل الناس. لا، تجيب لي مين؟ انزل كده وحضرتك بتجمع الناس قول لهم انت بتشرب سجاير؟ لا يا عم، انت هتقول لابويا، مش هقول لك، ما انتش عارف. وبعدين الناس اللي ما بتشربش، ياه، ده اللي بيشربوا طلعوا مهمين. طب ما احنا نشرب عشان يبقوا يسالونا تاني. والناس اللي بتشرب تقول له طب انت بتعمل استبيان عن ايه؟ يقول لك والله انا بعمل استبيان عن اضرار السجاير. يقول لك طب والله ده انا هبطل. يعني اللي انت لميته من امبارح، الناس اللي ما كانتش بتشرب بقت بتشرب، واللي كان بيشرب ما بقاش بيشرب. الدنيا مجتمع متغير، فصعب قوي. شوف انا جبت لك كرايتيريا صغيره، ما قلتلكش بقى انا عايز الناس اللي عندهم مثلا حاجه معينه، ميرسا مثلا، اي فيروس ولا اي ميكروب صغنطوط كده لازم تعمل له اناليسيس. انا بتساله بس انت بتشرب سجاير اه ولا لا؟ مش هتعرف تجيبه. وبعدين حتى لو انت عرفت تجيبهم كلهم التكلفه بتاعتك هتبقى عاليه قوي. والاجمل من ده كله سي ان حضرتك بتعمل الدواء اللي بيقلل النيكوتين في الدم وغلطت في حاجه صغنطوطه كده فالدواء طلع توكسيك موتهم. ولا تقول لي بقى انظر حولك ولا تنظيم الاسره، انت ما فيش زيك، انت خلصت على مصر كلها. يبقى اذا المجتمع الكبير صعب في دراسته، ولكن انت تقدر تاخد منه سامبل صغيره تشتغل عليها. خلاص انت لما يبقى مثلا عندك 10 20 كده لما يموت منهم في اوفر تاخد 20 تانيين عادي، يعني احنا كتير ما تقلقش. هو انا عايز ايه من السامبل الصغيره؟ خلي بالك اللي انا هقوله لك ده هو حاجه حضرتك بتعملها في حياتك اليوميه وانت ما انتش واخد ان انت ماشي في حياتك على طريقه علميه. احنا هنروح عند الاستاذه اللي في الاول هنا دي، هنتغدى عندها النهارده، هما يمكن ليفل حبتين،
خلينا نتكلم على صلاح يعني، عشان صلاح ده ابننا يعني. هم ليفل حبتين، هم صلاح كده متنكين عندهم في البيت شويه، فبيعملوا اكل مختلف. فاحنا لما رحنا عنده هو بيقطع كده حاجه تروبيكال كده، فواكه اللي هي الاستوائيه دي، كيوي مثلا واناناس، بيقطعها على الطبق داير ما يدور من بره. وبعدين انت شايف في الطبق من جوه كده في دمعه وفي حاجه بتمشي يعني، شكلها يا فراخ يا موز، الله اعلم يعني، هم عندهم اكل غريب كده. طب كويس، ده بالنسبه لي بقى الانون بوبوليشن صح. انا اول مره في حياتي اكل يعني يا فراخ يا موز بالدمعه وعليها متقطع كيوي من بره يعني. انا هو ده الحلو يعني يا ابني، ولا ده الخضار، ولا ده الدمعه، ولا ايه اللي انتوا بتعملوه عندكم في البيت ده؟ عامه احنا النهارده عشان نتاكد ان الكلام ده صح ولا غلط هنروح نتغدى عند بابل ده، اوكي كلنا يعني. فده بالنسبه لك بقى الانون بوبوليشن صح. الانون بوبوليشن حضرتك بتعمل عليه ايه في الاول؟ بتاخده مره واحده كده ولا بتاخد منه حته صغيره؟ جزء صغير صح. يبقى ده اسمه السامبل بتاعتنا، اتفقنا؟ يبقى انا عندي unknown population، انا معرفش عنه حاجه، موز بالدمعه ده اختراع جديد بالنسبه لنا احنا فلاحين معلش، فخدت منه عينه صغيره. طرف المعلقه لما انت جاي بتدوق اكله جديده لاول مره دي، هل انت اللي يهمك طرف المعلقه ولا يهمك تاخد decision على الطبق كله؟ والله احنا لما اكلنا سبحان الله يعني ما عجبناش طبعا الموز بالدمعه يعني، فقلنا لصلاح يا صلاح التلفزيون ده طلع حرام، فلو سمحت ما تتفرجوش على التلفزيون تاني، ولا تشوف بقى الشيف شربيني ولا الشيف مش عارف مين، لا بتعرف تطبخ ولا اي حاجه، او والله يطلع انت ذوقك شبه منحرف ويعجبك الموز بالدمعه. يا صلاح انا هجيب لكم المره الجايه تلفزيون كمان، عشان في برنامجين بيتعرضوا في نفس الوقت عشان تشوفوا وتبدعوا كل مرة تعزمون على الأكل الجميل ده، أوكي؟ يبقى أنت دلوقتي قدامك حاجة من اتنين، يا تقدر أنت بعد أول مرة أول خطوة عملت إيه؟ كان مجتمع كبير خدت منه عينة صغيرة صح؟ وبعدين رجعت عممت النتائج بتاعت العينة الصغيرة على المجتمع الكبير أو البوبوليشن الكبير كله، فهمنا؟ فالعشرة اللي انت بتجيبهم عندك تجرب عليهم دول، ربنا يعينهم علينا يعني، مش التارجت بتاعك انت، التارجت بتاعك هو تعميم النتائج على البوبوليشن كله. متفقين على الجزئية دي؟ طيب اول حاجة بقى في الريسيرش بنعمل الديموغرافيك ستاتيستكس، يعني ديسكريبتيف ستاتيستكس، يعني بتستخدم الستاتيستكس في عمل ديسكريبشن للسامبل. يعني ايه اعمل ديسكريبشن للسامبل؟ يعني بتقعد نرغي كده شويه في الاول، والله انا عملت كوليكشن اخترت 20 واحد، ال 20 واحد دول كان عندهم كذا او ما كانش عندهم، يعني انت بتشرح لي انت جبت ال 20 دول ازاي. طيب الاستاتستكس بقى تبدا تدخل ازاي؟ نكتب مع بعض. احنا اتفقنا هنتكلم الاول على النومينال. النومينال بيتعمل له حاجتين اتنين بس، ال N وال percentage. N يعني النمبر بتاعهم، وال percentage يعني النسبة. يعني مثلا العشرة اللي حضرتك اخترتهم كان فيهم 3 ولاد وسبعة بنات، يبقى بتكتب لي كده ميل وبعدين فيميل. الميل هتكتب لي جنبه 3 والفيميل هتكتب لي جنبه كام؟ 7. يبقى نسبة الميل 30% والفيميل 70%. أنا مش عايز حضرتك ترهق نفسك بالماثوماتيكال باك جراوند، مالكش دعوة النسبة بتتحسب ازاي دلوقتي، أنا هعلمك بس انت ايه اللي المفروض توصل له وبالكمبيوتر تجيبه ازاي، اتفقنا؟ يعني مش هقعد اقول لك اقسم كذا واضرب في 100 سيبك من الكلام ده كله، الموضوع كله بقى كمبيوترايزد وخلاص، بس تبقى فاهم انت ازاي توصل للحاجة اللي انت عاوزها. متفقين على كده؟ طيب يبقى احنا عايزين النومينال مين؟ N و percentage. طيب ما ينفعش اجيب له حاجة اكتر من كده؟ لا، اي حاجة تالتة للنومينال غلط. متفقين على كده؟ يبقى حضرتك بعد ما جبت الريزلتس بتاعتك بتشوف والله انا عندي الجندر، بتقول لي we have some male and other females
البرسنتج هنا كذا والبرسنتج هنا كذا، ثانك يو نو مور. طب لو النيوميريكال بقى محتاج اعرف له ايه؟ اربع حاجات للنيوميريكال. نمره واحد، هنجيب المينيمم. يا استاذ انا موبايلي سايلنت. اوكي، نمره واحد هنعمل ايه؟ المينيمم. يعني ايه المينيمم؟ اصغر رقم. نمرة اتنين بنجيب الماكسيمم. يعني ايه الماكسيمم؟ اكبر رقم. ونمرة تلاتة هنجيب حاجة اسمها الافرج، وهقول لك يعني ايه دلوقتي، هكتبهم لك اهو قدامك. يبقى انت محتاج مني المينيمم والماكسيمم والافرج. الافرج ممكن تسمعه كده اللي هو ذا مين يعني، والستاندرد ديفيشن. يبقى كام واحده بنجيبهم؟ اربع حاجات، مينيمم وماكسيمم، افريج او مين يعني، الاثنين زي بعض نفس المعنى، والستاندرد ديفيشن. انا عارف ومتاكد ان حضرتك فاهم يعني ايه مينيمم وماكسيمم، صح؟ مينيمم ده يعني اقل رقم، وماكسيمم معناها اكبر رقم. صعبه كده؟ طب ليه؟ والله اصل حضرتك لما تيجي تتكلم على الداتا بتاعتك لازم حضرتك تفهمني كده، تقول لي انا الداتا بتاعتي النتائج لقيتها بتتحرك من كذا الى كذا، صح؟ لما انا هتكلم على السن بتاع حضراتكم بس تقول لي والله يبقى انا الناس اللي بتعامل معاها طلع السن بتاعها يتراوح مثلا ما بين 18 الى 22 او 23، يبقى انا فاهم انت بتتكلم في انه مرحله عمريه بالظبط. فهمنا فايده المينيمم والماكسيمم. طيب مين الافرج؟ مين المين ده؟ الافرج او المين هو الوسط الحسابي او المتوسط يعني بصفه عامه. طب وده حاجه مهمه ان انا ابقى عارفها يعني، ده حاجه كروشوال انك تبقى عارفها، مهمه جدا. حضرتك ربنا كرمك النهارده ورايح تشتري موبايل جديد، بلاش موبايل، راح تشتري عربيه، يلا يعني الكلام على جمرك. اول حاجه لما حضرتك بتروح مثلا عشان تشتري العربيه، اول سؤال حضرتك الراجل بتاع الاجانس ده بيساله لك هو انت عايز عربيه في حدود كام، صح ولا غلط؟ كويس، في حدود كام؟ قلت له انا عايز عربيه كده في حدود 100,000. قال لك والله انا عندي عربيه لقطه ب 600,000 بس. ايه الراجل ده يعني اول كلمه هتقوم تحذفه من الشباك، 100,000 600,000 يعني فرق نص مليون مره واحده. او قال لك ده في عربيه صغنطوطه كده مفعوصه بعجلتين بس حاجه و30. هل برضه هو القصه اللي عندك دي او دي؟ ولا انت ما دام قلت له انا عايز عربيه في حدود ال 100,000 يبقى هو راح ناحيه ال 100,000، يعني ممكن يجيب لك حاجه و90 مثلا او 100 وحاجه صغيره، صح كده؟ يبقى احسن ديسكريبشن في الدنيا، احسن ديسكريبشن في الدنيا ان حضرتك تكلمني على مين؟ على الافرج، الحاجه اللي تروح في النص. لما بنعمل امتحان للطلبه يقول لك الامتحان في مستوى الطالب مين؟ يعني لما الطلبه تشتكي انا ما اروحش للاول بتاع الدفعه المفروض ما عندوش مشكله، وما اروحش لواحد اساسا مش عارف هو بيمتحن ايه، ايه المفروض ان عنده مشكله، انما اروح للطالب المتوسط اللي احنا لسه ما لقيناهوش في مصر لحد دلوقتي. انت تعرفوش الامتحانات دي بتحط على انه طالب يعني؟ يعني انا حطيت امتحان لسنه ثالثه اللي قاعدين قدامكم دول في مستوى الطالب المتوسط، مش عايز اقول هم قاعدين اهو. ايوه كده، لسه ما لقيناش الطالب المتوسط اللي احنا بنحط له الامتحانات ده، اتفقنا؟ يبقى اهم حاجه في الدنيا ان حضرتك تبقى عارف انا بتحرك من كام لكام، والمتوسط بتاعي كام، الافرج اللي في النص ده كام. ايه تاني بجيبه غير المتوسط؟ بجيب حاجه اسمها ستاندرد ديفيشن. يعني ايه ستاندرد ديفيشن؟ صلينا على حبيبنا النبي كده. الستاندرد ديفيشن ده معناها انا عايز اشوف كده هي البيانات بتاعتي كانت قريبه من بعضها ولا البيانات بتاعتي بعيدة عن بعضها.
يعني مثلا انا هفترض ان انا جات لي فرصه كده فشغلت 5 6 من الطلبه اللي خريجين عندنا من القسم، جايبين نفس التقديرات، مفروض ان هم نفس المستوى، يعني هل ينفع لما اشغل الخمسه دول ادي الواحد مثلا 1000 جنيه، واحد 5000 جنيه، واحد 20000، واحد 7000 جنيه، واحد ادي له 20 جنيه كرمش همله في ايده كده؟ هل ينفع؟ ليه؟ كده يبقى اسمها في فاريشن كبير، في فرق كبير بين القيم وبعضها. المفروض ان انا اعمل ايه؟ كلهم زي بعض، يعني كلهم المفروض ياخدوا كرمش لهم ال 20 جنيه كلهم وخلاص. بس يمكن علشان واحد بيستخدم الكمبيوتر اكتر، او مثلا بيتكلم مثلا طلياني ولا حاجه، لان ما بيتكلموش انجليزي عندنا ولا فرنساوي ولا اي حاجه خالص، فقلت والله طيب ده اديله 25 جنيه يعني اميزه شويه. انما الفروقات اذا كانت عند حضرتك في نتائجك كبيره، معنى كده ان انت عندك حاجه غلط في التجربه، صح ولا غلط؟ ما هو انت خدت الناس اللي ضغطها عالي، واتفقنا هاو تو ديفاين الناس اللي هي الهايبرتنشن دول، قلت لي والله انا هاخد الناس اللي هي مثلا من 160 ل 170. حلو، ما هو انا ما اجيش مثلا بعد ما اسقيهم ازازه الكركديه اللي احنا مطلعين عينها من الصبح معانا دي، الاقي واحد بقى ضغطه 70 والتاني بقى ضغطه 130. لا، في حاجه غلط، في فاكتور انت ما درستوش، في حاجه هي اللي بتقلل الضغط، مش ازازه، مش كوبايه الكركديه دي اللي عملت ده كله. ده مش سحر يعني اصلا، صح؟ يبقى اذا كان حضرتك عندك بالنظر كده شايف ان في تفاوت في القيم بشكل كبير جدا، then you have something wrong، في حاجه غلط في التجربه بتاعتك. انت لازم تبقى قارئ للبيانات قبل ما تعمل الاحصاء. يعني اذا كانت البيانات بتاعتك مختلفه قوي، يعني بعيده عن بعض جامد، يبقى في حاجه تانية بتاثر في القراءات، مش اللي انت بتدرسه ده خالص، صح ولا غلط؟ طيب الستاندرد ديفيشن بقى هو ده اللي بيقيس لي الكلام ده. كل ما الستاندرد ديفيشن ده يبقى قليل، معنى كده ان البيانات ايه؟ قريبه من بعضها، كوندنسد زي ما حضرتك بتقول، يبقى في عندنا دنس في البيانات، في كثافه في البيانات. كل ما الستاندرد ديفيشن ده يبقى كبير، معنى كده ان البيانات دي ايه؟ بعيده عن بعضها او ديسبيرس. طب من اول كام يعني اقول انه حلو، ومن اول كام اقول انه وحش؟ هو فيش حاجه يا ابني حبيبي لا اسمها حلوه ولا وحشه. الاشياء تعرف ببعضها، صح؟ حضرتك جيت قلت لي انا جبت جيد، ايه رايك؟ ماليش راي. بقيت الناس عاملين ايه؟ والله اذا بقيت الدفعه ساقطه ويا دوبك يعني 2 3 مقابيل كده، ده انت لقط، انت جيت منين يا ابني؟ انما لو بقيت الناس ما شاء الله جايبين امتيازات، فانت الشباك اولى بيك، صح كده؟ يبقى اذا انت علشان تقول لي الستاندرد ديفيشن يوزد فور كومبيرنج جروبس، بس بستخدمه للمقارنه. الناس اللي عامله الستاندرد ديفيشن بتاعها او التجربه بتاعتها بالستاندرد ديفيشن صغير احسن من الناس اللي عامله بالستاندرد ديفيشن ايه؟ كبير. يبقى كل ما الستاندرد ديفيشن ده بيقل، كل ما ده معنى ايه؟ ان المجموعه بتاعتي تبقى مور هوموجينس، اكثر تجانس. طيب يا فندم، مش ممكن يبقى الستاندرد ديفيشن ده لما اجي احسبه يبقى في قيمه واحده بس او كومبيرد اكستريمز، يعني او صلينا على حبيبنا النبي. الاستاذه سالت سؤال كويس، كنا لسه يعني هنقوله كمان سنة، بس خلينا نقوله دلوقتي. هي قالت كلمة، في عندنا حاجة اسمها extreme values، صح؟ أرقام كبيرة. أنا مثلا حبينا كده إن إحنا نجيب فطار كلنا مع بعض، فقلنا يا جماعة كل واحد إحنا هنقلبكم، نشوف الفلوس اللي معاكم، فبعدين نجمعها ونروح نجيب بيها فطار لينا كلنا. To be fair، بقلب عم صلاح ده لقيت معاه 1000 جنيه، وكلنا على بعض كده، كلنا على بعض جمعنا 100 جنيه. طب الراجل ده بالنسبة لنا اكستريم، صح ولا غلط؟ يعني اكستريم يعني قيم متطرفة،
ومتطرفة مقصودش بها انها بدأنا زي حالاتنا كده، متطرفة يعني غريبة عن الباقيين، يعني قيمة كبيرة قوي زيادة عن اللازم او صغيرة قوي زيادة عن اللازم. طيب ده برضو ياخدنا للسؤال الثاني، يعني كبيرة من اول كام، يعني بعيدة قد ايه يعني؟ لا يا فندم، اللي يقولها لي حضرتك as an expert، تخصصك اللي يقول. ليه تخصص اللي بيقول؟ دايما بنحكي قصة للناس كده، كان فيه في الفيلم بتاع الابيض والاسود بتاع زمان ده، نقط الضغط اللي هي عامله زي الافورتيل ده، اللي هو بينقط له كده يقول له والله انت لو ضغطك عالي ولا ضغطك واطي مش عارف، بينقط له كده 10 نقط. طب افرض انا عايز اعالج الراجل بسرعه، اديت له 20. الناس بتوع صيدله بيشتغلوا بالمايكروجرام، وربما لو انت قلت يعني طب ما احط له 2 3 جرام زياده، يعني ايه 2 جرام دي؟ تحول من دواء الى سم، صح ولا غلط؟ يبقى الاكستريمز بالنسبه لي انا، لما تقول لي ده 1 مايكروجرام زياده، يعني ايه مايكروجرام زياده ده يا عم؟ خد 2، خد 6، انا اديك نص كيلو، ما انا ما فهمش ده، انا ده مش شغلي، صح؟ فلازم اللي يحدد لحضرتك الاكستريمز يبقى الراجل بتاع التجربه نفسها. لما كان مره عندنا شغل مع شركه بتاعه كوكاكولا دي، فكان عندهم يعني كنا بندرس حاجه هناك، فكنا شغالين على خط انتاج اللي هو بيعمل الكانز دي. الكان المفروض 330 ملي، وبيبقى فيها مسافه فاضيه للهواء اللي هي السيفتي مارجنز بتاعتنا. وبعدين هم عندهم خط الانتاج، المكنه بدات بتنقط زياده، والتنقيط الزياده هم ما عندهمش مشكله في الـ في الـ في الـ في الليكويد، يعني في السائل ده، في الكولا ما عندهمش مشكله. المشكله في ايه؟ في السيفتي. لما الهواء بيقل، ما انت هتزود السائل هتخليه مثلا 340 ولا حاجه، فما يفضلش مكان للهواء. فلما تيجي تقفل اي حد هيرج الكولا، لو درجه الحراره الشمس مطب وقعت هتفرقع، صح ولا غلط؟ فتعمل له هو مشكله. فلما جينا بنتكلم هو اللي يقول لي 330، يقول لي لحد 335 مثلا سي، يعني ده السيفتي مارجنز بتاعتي، يعني اكتر من كده 335 يعني نقط لي مثلا 5-6 نقط زياده، يعني حاجه انت مش هتحس بيهم خالص. بس بالنسبه له هو بقت مور افكتيف. ليه؟ لانها قلبت الكان، بعد كده انت عديت الجزء بتاع السيفتي بتاعك. الناس اللي بتشتغل في التيومرز مثلا، الجراحين مثلا لما في تيومر ولا حاجه كانسر، واحنا بنشيل الكانسر، فبعدين هو بيفضل يعمل بايوبسي كده، بياخد عينات، المفروض الناس بتوع الطب فاهمين انا قصدي ايه، يعني بياخد بيقطعه، بعدين ياخد عينه، بياخد عينه يشوف، بيديني السيفتي مارجن، بياخد مثلا 2 سم زياده فري، علشان لان هو لو ساب وان سيل واحده بتجيب الكانسر من جديد، صح ولا غلط؟ فمين اللي يقول لي السيفتي مارجنز؟ انت برضو اللي تقول لي والله السيفتي مارجنز بتاعي اخد سنتي يعني، ولا اخد 2 سنتي، ولا يعني اقصقص براحتي كده اشوف نص متر كده ولا حاجه للامان؟ لا طبعا في حاجات ما ينفعش اللعب فيها، بس انا بقول لك ان اللي بيحدد لحضرتك الاكستريمز الاكسبرت، مش احنا بتوع الاحسن. انا اقدر احددها لك ثيوريتيكالي، بس هيبقى ملهاش معنى بالنسبه لك. يعني انا لما اقول لك مثلا تاخد نص متر، يا راجل نص متر ايه ده، هي كلها 10 سم، ياخد لك منها نص متر؟ كلام مش لوجيك. فالاكستريمز بتعمل ايه؟ بتشد الافرج ناحيتها، فبتبوظ لي البيانات. يعني خليني اوري لك حاجه صغيره، يعني يعني ايه الافرج ماثيماتيكالي كده؟ احنا اتفقنا مش هناخد ماثيماتيكالي، بس يعني طب خلينا نبص على الاكستريمز، والحاجات دي هبص عليها على الكمبيوتر على طول، عشان انا برضو مش عايز ادخل في ايكويشنز، مش عايز اضايق الناس اللي هي مش متخصصه ملهاش علاقه بالرياضه. بس خليني اقول لحضرتك على حاجتين مهمين جدا وانت بتعمل التجربه بتاعتك. نمره واحد، وانت بتختار الايتيمز اللي هتجرب عليها، بتحاول على قدر الامكان ان الايتيمز تبقى شبه بعض تيبيكالي،
يعني انت بتشتغل على راتس في اللاب بتاعك، الراتس نفس اللون نفس الوزن نفس الولده على قدر الامكان، نفس السن نفس كل حاجه. ليه؟ علشان انت بتحاول على قدر الامكان تحيد جميع المؤثرات الخارجيه، ويفضل لك بس مين؟ عامل واحد اللي حضرتك بتشتغل عليه في التجربه بتاعتك. انما مثلا لما تجيب لي فار كبير وفار صغير، فار قلبوزه كده وفار مسلوع، فار مش عارف منين وفار منين، طب انت ايش عرفك ان الفاتس مش هي اللي بتاثر، او السن او النوع او المكان اللي اتربى فيه او نوع الاكل اللي كله؟ مليون سؤال يجي في دماغك. فاحنا بنحاول على قدر الامكان ان انت تحيد كل الفاكتورز ويفضل لك فاكتور واحد اللي هو اللي انت بتدرسه. طيب، طب وليه وجع القلب؟ طب ما انا اخد واحد بس، ليه اخد شويه؟ ما انا اخد واحد وادرس عليه الدنيا بتاعتي. واحد دي كارثه بشريه. ليه؟ اولا اللوجيك، انا جيت انت بتعمل تجربه على الفار، وانا جيت زورتك كده عجبني الفار قلبته ومشيت، هرب منك، مات، حصل اي حاجه، صح؟ فانت التجربه بتاعتك كلها باظت. ادي اول مشكله. المشكله الثانيه، انت ما بتقيس لي، ما بتقيسش حاجه للفار ده، انت مش بتعالج الفار ده، انت عايز تعمل حاجه. الاول بنجرب على فلان وبعدين نجرب على البني ادمين عشان نعممها على الناس كلها، صح ولا غلط؟ فانت مش بتقيس الفار ده حصل له ايه، انت عايز تشوف الاستجابات بتاعه الفيران كلها، اللي عشان بعد كده تبقى استجابات البني ادمين كلها تحصل ازاي. ولان دي طلاقه قدره ربنا بقى اللي انت ما تقدرش تعرفها، ربنا ما خلقش اتنين من يوم ما ربنا خلق سيدنا ادم لحد يوم القيامه ان شاء الله ليهم نفس الاستجابه من جوه. دي بصمه بتاعه البني ادم، دي طلاقه قدره ربنا. حضرتك كده لما ربنا يكرمك وتروح عند الناس بتوع السمك تجيب البتاع اللي عامل زي ام الخلول ده، الجندوفلي ده، تفضل تتفرج عليهم هم كلهم شبه بعض، انما لما تقرب دي بصمه خاصه بالكائن. الحمار المخطط الابيض في اسود كلهم ابيض في اسود، لا هم كلهم مش ابيض في اسود على فكره، كلهم كل واحد فيه له رسمه بتاعته هو وبس. فالاستجابات الداخليه دي حاجه خاصه بالبني ادم الواحد، انت بيبقى عندك اتنين توام تيبيكال شبه بعض بينزلوا حمام السباحه، واحد بيطلع بيعطس واحد لا، ده مناعته قليله وده مناعته مش قليله، برغم ان هم باباهم ومامتهم ما يعرفوش، صح ولا غلط؟ يبقى اذا انت محتاج سامبل، ما ينفعش واحد، محتاج مجموعه، والمجموعه لازم تبقى متجانسه. لو المجموعه المتجانسه دي طلعت عندك ارقام غريبه، يبقى في حاجه تانية بتاثر في التجربه انت مش حاططها في دماغك، يبقى في فاكتور تاني هو اللي مطلع النتائج غريبه. انما على قدر الامكان وان جنرال، يعني اذا كانت التجربه بتاعتك معموله كويس، انت بتشتغل على داتا كويسه. يعني ايه كويسه؟ يعني بيانات يعني الايتيمز متجانسه، فالمفروض ان النتائج بتاعتك بتطلع قريبه من بعضها. اذا كان حصل عند حضرتك اكستريم فاليو، الاكستريمز لازم تترمى، البيانات الغريبه لازم تترمى عشان يفضل لك بيانات تقدر تشتغل عليها. اتفضل يا فندم. مش الاكستريم فاليو نفسها اصلا لما تظهر معناها ان خلف الشورت جروب من الاصل؟ لا مش شرط. الاكستريم فاليو ليها دايما